أهلا بحضراتكم من جديد. من شهرين تقريبا محافظة القاهرة افتتحت مشروع كايرو بايك، وده فكرته الأساسية هي تشجيع الناس على ركوب الدراجات كوسيلة للمواصلات في العاصمة من خلال أبليكيشن. ولو حضرتك مشيت في شوارع وسط البلد هتلاقي أنه في مسارات مخصصة للدراجات اللي بيتم استخدامها في المشروع ده. خلونا نشوف رأي الناس إيه عن المشروع واستخدامهم للدراجات. من فترة قليلة تم افتتاح مشروع في محافظة القاهرة اسمه كايرو بايك، وده فكرته الأساسية هي تشجيع الناس على ركوب الدراجات كوسيلة للمواصلات في العاصمة علشان نقلل استخدام العربيات والمواصلات العامة ونقلل الزحمة اللي بتكون موجودة في أوقات الذروة وفي نفس الوقت نحافظ على البيئة. المشروع ده عبارة عن 45 محطة للدراجات منتشرين في وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك، وتم إنشاء ممرات للدراجات في معظم شوارع وسط البلد، وأي حد يقدر إنه يأجر العجلة دي من خلال أبليكيشن بتكلفة رمزية. أنا نازلة النهاردة علشان نتكلم إن إحنا عايزين ندور على الجرين إنرجي والكلين إنرجي، نستخدم الطاقة النظيفة دي، إن إحنا بدل ما نستخدم كل مرة المواصلات أو نستخدم العربيات والعوادم طبعاً اللي بتطلع، فنبتدي يبقى في ثقافة العجل في مصر. ولأنه مصر مهتمة بشكل كبير بقضايا المناخ واستضافت قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 في شرم الشيخ، دايماً بيكون في مشروعات بتستهدف الحفاظ على البيئة، خاصة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق العديد من المشاريع الضخمة اللي بتشتغل بالطاقة النظيفة زي خطوط المترو الجديدة والمونوريل والقطار فائق السرعة. احنا شايفين المشروع هايل، وانا فخوره اني بشوف حاجه زي كده في مصر النهارده. شفتها في امريكا من كذا سنه وكنت حلمي انها تتحقق في مصر. احنا كمان نازلين النهارده تحديدا عشان اخترنا شهر نوفمبر للايفنت ده، تماشيا مع كل جهود الدوله بتعملها عشان نرفع الوعي بتاع الناس لاضرار اضرار طبعا التلوث، وازاي ان احنا مهم جدا يبقى عندنا بدائل زي استخدام البايك. اي حد قدامه ممكن يستخدم البايك ويتجول بيها عشان يساهم في حمايه البيئه. وفقا للامم المتحده بتعتبر نسبه انبعاثات الغازات المسببه للاحتباس الحراري من المنطقه العربيه وخاصه مصر منخفضه، ومع ذلك تعمل الدوله المصريه على التحول الاخضر والاهتمام بالطاقه النظيفه والمشروعات اللي بتحافظ على البيئه. وحاليا احنا بنشتغل او الناس بتشترك معانا عن طريق كروت مسبوقه الدفع. بعد افتتاح المرحله الثانيه هيبقى شغال السيستم كله على بعضه، فهيبقى من خلال ابلكيشن على الموبايل تقدر تفتح العجله بالبلوتوث وتقدر تتحرك بيها وتروح في اي مكان انت عاوزه، وكده هتبقى اسهل للمستخدمين بشكل عام.